بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ودنا يتكبرات واندمو جناه توجي بألا تشبتي الله سلام النادنات كان نانتقايهم بمالت ذاري جمعة نو بجمعة كان أطري عليك مكر إجي الله تشمت تشالوين بتمونا تكتاتلو نيلا تشالو ذاري مكري ندمي التاوكو ذاري كانوا جمعة كما هونو أنصار كجمعة أنقارا يمي يايادو مكروج إنا عندهم ليلة سلوات آت النات الناس لا جذي يهتك على الليل مالتنا بعندني النات لاي جمعة كان كثام من تاتو تشو تلكو كأنو نبي صلى الله عليه وسلم لاي سلوات عندنا بذات هذنا بجمعة كان مالتنا عندهم دمو صلوات عندنا ورد بنبي الله صلى الله عليه وسلم بقرآن لي تهزنا. قال الله تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الله إنا ملائكة وتشوب نبي الله صلى الله عليه وسلم صلوات الناس سلام يا وردال نانت يا منا تشوي بنبي الله صلوات الناس سلام يا وردو بلو يا الزنال الله سبحانه وتعالى عندهم نبياتين صلى الله عليه وسلم بني لاي عندن صلوات يا ورد سو الله سبحانه وتعالى عصر صلوات يا ورد بلوان انقدي واندموتشي اهتوتشي بذي نقر عندن التكام لا تتاوسات شو بيينو بمكتل انيا በተለያየ ነገር ግዲያችን የምንጨርስ ወንድሞችና እህቶች አላህ በዚህ ግዴ ምሎ ነገ እንደሚጠይቀን አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ነገ በዚህ ሰዓት እንደሚጠይቀን علم መማር የቻልን ሙዚቃ መናዳመት ሙሐደራዎችን መከታተልና ዲናችን መማር እየቻልን ፊልምና ድራማና ፍራንክና ፍራንክ መከታተል በመከታተል ግዲያችን የምንጨርሰው ሰዎች አላህ Subhanahu Wa Ta'ala በዚህ ግዲ የምለዋል والضحى والليل والعصر والفجر በዚህ ሁሉ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala በሌሎቹም ምለዋል ማለት ወንድሞችና እህቶች ከአራት ሰዎች በስተቀር يثول لك ملو بملو يكسرون عجونا على الله سبحانه وتعالى بسورة العصر لي والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر سبحان الله والعصر بأصر الزجزي أملال لنا على الله سبحانه وتعالى بفلق ممالك لنا إن الإنسان يتولج بملو لفي خسر كسراناتشو يكسروناتشو يتولج بملو إلا الذين آمنوا كامنوا تبستكر وعملوا الصالحات ملكام كمثروا تبستكر وتواصوا بالحق بحق لا أدرى كم بابلت بستكر وتواصوا بالصبر بصبر لي بتقفت لي أدرى كم بابلت بستكر يثولد بملو يكسر يكسرنا تشو
ኢላ ላ ስብሓን ወተዓላ እና ወንድሜ ወይ እህቴ ወይ አንቺ የምታዳምጭኝ አንተ የምታዳምጠኝ እኔ የማስታውስህ ከጊዜያችን ላይ እየተጠቀምን ነው? ከሰዓታችን ላይ እየተጠቀምን ነው? በቀን ስንት ጊዜ ቁርአን እንገልጻለን? በቀን ስንት ጊዜ ሐዲሶችን እናዳምጣለን? በቀን ስንት ጊዜ ስለ ዲናችን እናስባለን? አንዳንድ ወንድሞቻችንና እህቶቻችን በአዱንያ ላይም በአኽራ ላይ የማይጠቅማቸው ነገር ላይ ጊዜያቸውን ያሳልፋሉ። ይሄ ምንድነው? በሚጠቅመን በአዱንያ ላይም የሚጠቅመን በአኽራ ላይም የሚጠቅመን ላይ የማይጠቅመን ላይ ጊዜያችን የምናሳልፍ ሰዎች ምንድነን? ኢተበዑ ሸህዋት የነፍስያን ፍላጎት የምንከታተል ሰዎች ነን። ነፍስያችን ወደ አዘዘችን የምንመራ ሰዎች ነን። ዛሬ ባደጉት አገር ውስጥ ይሄን ቴክኖሎጂ ባመረቱት አገር ውስጥ የአስር ዓመትና የአምስት ዓመት ሕፃን ልጅ ትልቅ ነገር ይሠራል፣ ትልቅ ጭንቅላት አለው። እኛ በዘመናዊ ትምህርትም ዜሮ ነን፣ በዲናችንም ዜሮ ነን። ለምን? የማይመለከትን ነገርና በአዱንያም በአኽራም የማይጠቅመን ነገር ላይ ጊዜያችን እያሳለፍን ማለት ነው። ስለዚህ ወንድሞቼ እህቶቼ፣ ነገ አላህ ከሰዓት ላይ ስጠይቅህ ምን ብለህ ልትመልስ ነው? ስጀናጀን፣ ድራማ ስከታተል፣ ፊልም ስከታተል ዋይፋይ ተመቸን ብለን ወንድሞቼና እህቶቼ በገዛ ገንዘባችን አላህ ነገ በሰዓታችን ላይ ይጠይቀናል፣ ከገንዘባችን ላይ ይጠይቀናል፣ ከሰውነታችን ላይ ይጠይቀናል። እኛ ዛሬ ምን እየሰራን ነው? ምንን እየተከታተልን ነው? ምንስ እየተማርን ነው? ነገ ትልቅ ኃላፊነት ይጠብቀናል፣ ትልቅ ጥያቄ ይጠብቀናል ማለት ነው። አባትሽና እናትሽ በአንቺ ምክንያት በአንተ ምክንያት አንተ በምታደርገው ዱዓ قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة إلا من صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. عند زوك موت سراو بملو قرطال انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة كثوست نجر وجي إلا من صدقة جارية صدقة ستوكا هنا مسجد ستوكا هنا يمالك صدقة قرقاد لوها ميونو قرقاد أسقم فروكا هنا ما يلق صدقة أوتشون قرآن قستو مسجد ستاسقم توكا هنا إهم أوقاتي فاللقال واندمو اتشاهي سوچي ይሄም ዲን መማር ያስፈልጋል። አንድ ሰው ሰደቃቱል ጃሪያ ለማስቀመጥ እውቀት ያስፈልጋል። አላህ በሰጠን ገንዘብ ያልሆነ ቦታ ምንል ያልሆነ ቦታ ላይ የምንጨርስ ሰዎች እውቀት ያስፈልገናል። ገንዘባችን አጠቃቀምን ያስተምረናል ዲናችን። ወዴት እንደምንጠቀምበት ያስተምረናል ዲናችን። ለዚህ ሁሉ እውቀት ያስፈልገናል። ስለዚህ አንድ ሰው እውቀት ሲኖረው ነው ሰደቃቱል ጃሪያ ብሎ ለነገ ይጠቅመኛል ብሎ ለመስጊድ የሚያሰራበት ገንዘቡን ያለበለዚያ በሆነና ባልሆነ ነው የሚጨርሰው። ያለበለዚያ በእሳት ነው የሚገዛ። በራሱ ገንዘብ የማይረባ ነገር ላይ ስልኩን ገዝቶ፣ ኮምፒውተር ገዝቶ፣ ኢንተርኔት አስገብቶ ሐራም ፊልም ሐራም የሆነ ነገር ይከታተላል ባሩን ዘግቶ ማለት ነው። አላህ የሰተረሽ አላህ የሰተረህ ወንድሜ ሆይ አላህ እንደሰተረ ሁሉ አንተም ራስህን ሰተር። ሰዎቹ ፊትን አይቶ ማሻአላህ ይሰግዳል፣ ይጾማል፣ ምን ይላል ሊሉ ይችላሉ።
ግን አንተ ባርህን ዘክተ የምታደርገው ድርጊት አላህ ባይሰተረህ ኖሮ አላህ በዛዓትን አድርቆ ቢያስቀራህ ኖሮ አንተ ተዋርደሃልና ለአላህ ምስጋና አስገባህ ስላላዋረደህ ማለት ነው። ሁለተኛ ላይ علم ينتفع به او علم ينتفع به اوقات نورو يعني اوقات تتكمبت كهونا اوقات كهالا نجي الله يعني اوقات اني اتوقي هالو من هذا الركب لا تتطيق بات هالا مالتنا علم نورو كالا استمار كبت قرآن كارتا كالا استقره بات قرآن كارتا لا تلا يوتك اموج سوون ستفتن بات سيتوجو ستفتن بات لما تمثل بلا ستتكم بات ثون لما شور بلا ستتكم بات ثون ايو اللي بلا ستتكم بات يا وكون علم السوم يستيق هال كهال تتكم كبات كتتكم كبات دمو السوني ذهنو كأبرو ستمت كبا مالتن سوستن يالاي او ولد صالح يدعو له صالح يهونا لج دعام يادر قلت ለሞቱት ቤተሰቦቻችን ዱዓ ያደረግን ነው ወይስ ዘመናዊ ተብለን ዘመናዊ ሆነን ፊልም እና ድራማ ላይ ግዲያችን ቢዝ ያደረግን ነው ለነሱ ዱዓ ለማድረግ صالح ልጅ ለማሆን ምን ማሆን አለብን ዒልምን መማር አለብን ዑለሞቻችንን ኡስታዞቻችንን መከታተል አለብን በደንብ አድርገን ማለት ነው ተውሂድን መማር አለብን يا لتوحيد توحيد كالتمار بيتسبوچاچنم انيام تبلاشتنا الله اوقاتو نيست لباچن الله ياصدالن الله ملكم ملكم نغر لاي كيدياچن يمنا باكن ياغلكن معناتنا انا وندموچنا اهتوچي እባካችሁ ወደ ራሳችን እንመለስ ቶ በማይጠቅመው ነገር ላይ ጊዜያችሁን አትጨርሱ ኢንተርኔት ተመቸን ብለን የማይሆን ነገር ላይ ጊዜያችን አንጨርስ ፍላጎታችን እየተከታተልን ገደል እንዳንገባ ህይወታችን እንዳናጠፋ ህይወታችን እንዳናበላሽ يا الله فراتشا اندي نورن يا الله اذنت كنياغا اندي هون ملكام نگر لاي جذياتشن اندي جارلس علموتشو مني لالو الله ملكام سراتشون يكبراتشون نا يثولج بسوست يكفل عالو يثولج بسوست يكفل عالو عندن يو ثوفي اللفيت يساقدال يسؤمال هلو نقر عدنك كثو ذر بلوغن أعوذ بالله يمياث بالسران وميثرام عند الزين الثووتشم ككسر وستمج ولدتين يو ثوفي تمونجالي سرال راسنا يسترم الله في تمونجالي سرال راسنا يسترم بهلدتم مالت نذيم ككسرونا تنال سوستنيا سو فيتم الله نمي فرانا ملكام سرا مي سرا الله فيتم بيتون في قبا بارون زقاكتو چلما استقامتو ملكام نگر مي سرا سو فيتم سرا سوني ميه دست الله فيتم دمو سيكوم الله نميه دست سرا مي سرا سووچ بذي بسوستي كافلالو كن نذيكا سوستو يتن يوم ما هنو متفلقو يتن يوم وست اندهوناجو يتن يوم سو اندهوناجو راسواتشون تأييكو مالاتو الله سبحانه وتعالى سو فيتم هنا السو فيتم هنا بأخلاص يمن نسرا وسرالي بأخلاص يمن نسرا الله يادلك واندموتشنا اهتوتشي إذا دري مكرين على بذا باتشون እኔም በተናገርኩኝ እናንተም በሰማችሁ
የምንጠቀም አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ያድርገን። አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ አገራችን ሰላም ያድርግ። በሰላም ከቤተሰባችን ጋር የምንገናኝ ያድርገን። ቤተሰባችን ይናፈቁን ወንድሞቼና እህቶቼ፣ በዚህ በጁምዓ ቀን አንድ ሰዓት አለቻሉ ዱዓ መቅቡል የሚሆንበት እንዳትረሱ፣ ለቤተሰቦቻችሁ ዱዓ ማድረግ። አንድ ሰው ለእናቱና ለአባቱ በድብቅ ዱዓ ካደረገ፣ እንዲሁም ለሌሎች ወንድሞቹ ዱዓ ካደረገ፣ መላእክቶቹም ደግሞ ላንተም 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 ይሉታል ማለት ነው። የመላእክቶች ዱዓ ደግሞ ተቀባይነት አለውና ራሳችሁ አትርሱ። ይህንም ቪዲዮ ለላጤዎቹም፣ ለባለትዳሮችም፣ ለወጣቶቹም፣ ለትናንሾቹም፣ ለትላልቆቹም፣ ለአዋቂዎቹም፣ ላላዋቂዎቹም እንዲደርስ ሼር አድርጉልኝ። ከተሳሳትኩኝ ከነፍስያይና ከሸይጣን ነው፣ ሀቅ ከተናገርኩኝ ደግሞ ከአላህ ነው። አሰላሙ አለይኩም ወረሕመቱላሂ ወበረካቱሁ።